ذكر في ترجمة ابن الجزري أن والده كان تاجرا ومكث 40 سنة لم يرزق بولد، فحج سنة من السنوات وشرب ماء زمزم بنية أن يرزقه الله ولدا عالما بعد 40 سنة، فرزق بمحمد ابن الجزري صاحب علم القراءات. ماء زمزم لما شرب له، تشرب بنية يبلغك الله هذه النية. الشيخ ابن عثيمين يقول: من شرب ماء زمزم بنية أن يرتوي ارتوى، ومن شربه بنية أن يشبع شبع، ومن شربه بنية أن يشفى شفي. إذا شربت ماء زمزم انوي معاها نية وقول بسم الله.